بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم 5 شهر 2 2020، اخترنا على أننا نناقش واحد الموضوع من بعد ما وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام دعوة إلى جل المنابر الإعلامية من أجل الحضور لهذه الندوة الصحفية، اللي اخترنا حقيقة نسرد فيها مجموعة من المعطيات اللي توصلنا لها من بعد ما قام المرصد الوطني بمجموعة من الخطوات النضالية، ابتداء من التوثيق والتصوير لمكبات الصرف الصحي بجهة داخل واد الذهب التي تقذف بشكل مباشر بخليج واد الذهب. من بعدها أطلقنا عارضة إلكترونية عبر موقع أفاز الدولي، ومن بعد ذلك قلنا بأننا غنديروا عارضة ورقية، وقبل العارضة الورقية اخترنا بأننا نحدد المسؤوليات والاختصاصات. وعبر البحث المطول اللي قام به المرصد الوطني اكتشفنا بأن هناك نوع من ترامل المسؤولية، مع العلم أن مدينة الداخلة تحظى بجمالية وأعطاها الله ما يخليها رونق على مستوى البلاد. اليوم هذا الملف هو ملف بإجماع وطني دولي محلي وجهوي من أجل النهوض بهذه المنطقة والحرص على سلامتها البيئية. الداخلة كما يعرف الجميع أن بها محطة لمعالجة المياه العادمة بقوة استيعابية تاع 150 ألف نسمة، فيها كذلك قوة استيعابية تاع 10 ألاف لتر لليوم من المياه العادمة. هذا كنقولوا بأنه نموذج لمعالجة المياه العادمة عبر هذه المحطة، هو جاء أولا لتطهير السائل وفق آخر التكنولوجيات، هذه معلومات نفيد بها منابرنا الإعلامية، ومواكبة التطور العمراني والسوسيو اقتصادي، كذلك ترشيد النفقات عبر هذه التصفية من تطلع هذه المياه العادمة التي تم تناولها في المساحات الخضراء، وهذا ما لا نراه للأسف الشديد. للأسف الشديد على أن جهة الداخلة واد الذهب حضاها الله بقطاعات مهمة، من بينها قطاع الصيد البحري، وكما نعرف جميعا أنه على حسب التقارير الأخيرة خليج واد الذهب يعد هو الركيزة الأساسية لاستمرار ستوك السيل للصيد البحري. كذلك حظاها الله كذلك بمجموعة من المنتجعات السياحية، وتعرف توافد مجموعة من الجنسيات بمختلف الدول، وهذا ما يرقى المستوى الداخل عن أن يبقى هذا النوع من مكبات الصرف الصحي. كذلك فيها الفرشة المائية أصبحت تستنزف بشكل عشوائي، والأمر هون فاش كنقولوا ترشيد النفقات أن هذه المياه العادمة بعد تصفيتها ربما ترفع العبء على هذه الفرشة المائية اللي صبحت تستنزف، وخلوها صالحة للشرب بدل أنها تعود للري. اليوم كان ناجد الجميع على أنه خاص تعود هنا التفاتة إعلامية، مواطنين، مؤسسات عمومية خصوصية، مجتمع مدني، من أجل النهوض بهذه المنطقة والحد من هذا التسيب اللي تعرض له خليج واد الذهب. كنت تكلموا على هذا الأمر، ومن بعد نقاش مطول ومن بعد بحث معمق في هذه المسألة اكتشفنا بأن المكتب الوطني للماء والكهرباء، لأن الداخلة فيها شبكة للصرف الصحي، فيها كذلك مضخات كتساعد على الصيرورة تاع مرور هذا المياه العادمة، اكتشفنا بأن المكتب الوطني للماء والكهرباء في حالة اختناق هذه المضخات يتخلص بشكل عشوائي من هذه المياه العادمة صوب خليج واد الذهب، مع العلم أن المكتب الوطني للماء والكهرباء على حسب ما وصلنا من معلومات أنه لا يتوفر إلا على شاحنتين سهريجيتين لشفط هذه المياه العادمة، وهذا لا يرقى لمستوى جهة الداخلة واد الذهب بهذا الحجم وبهذا الرونق الكبير السياحي المهم وهذا الرونق الاقتصادي المهم. اليوم وجب علينا باش نحطوا الأصبع، لأننا شركاء، لأن الدولة المغربية باش نكونوا واضحين وضوح الشمس، هناك إطار قانون تاع 99-12 اللي هو كيعتبر ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ينتهك أمام الملأ. فاش كنشوفوا بأن خليج واد الذهب لا زالت تقذف فيه مياه العادمة في ضرب عشوائي لهذه الجمالية ولهذه الأحياء المائية وهذا التعدد الأسماك اللي موجود عندنا بخليج واد الذهب، وهذا شيء نحسد عليه. كذلك نستحضر
المسألة المهمة أن صاحب الجلالة آنذاك لما كان وليا للعهد حضر لبروتوكول ريو دي جينيرو سنة 1992، وهذه التزامات دولية ووجب علينا جميعا أن نلتزم بهذه الالتزامات. اليوم كنجو نتكلموا كذلك عن دستور المملكة، المادة 31 من دستور المملكة تمنح للمواطن والمواطنات على حد السواء بالعيش في بيئة سليمة محافظة على الصحة، نحافظ على مجموعة من الأمور. أنا متأكد على أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه سنقضي على السياحة وسنقضي على الصيد البحري، وربما ستكون هناك كارثة صحية لا قدر الله. ملي كنجيو نتكلموا كذلك على القانون الإطار المنظم وكنشوفوا المادة 3 والمادة 4 والمادة 5، هذا رسالة للمسؤولين وللناس اللي هما في القطاع، يراجعوا القانون، يراجعوا هذه الأمور، ربما ليس لتجهيلهم ولكن للفت انتباههم، لأن الأمر خطير جدا ووجب الحد من هذا الأمر. وباش نعطوا الحلول الجذرية لهذه المسألة، كيف ما كنعرفوا جميعا أن لاسينيسمو في الداخلة فيها خلط ما بين المياه العادمة المنزلية، لأن محطة المعالجة جاءت من أجل معالجة المياه العادمة المنزلية، لكن هناك خلط في لاسينيسمو تاع الداخلة، هناك خلط وأعيدها، وجب الفصل ما بين المياه العادمة للوحدات الصناعية ومستودعات الأسماك، ووجب الفصل ما بين المياه العادمة المنزلية، لأن هذا الاختناق يقع جراء تراكمات للأسماك والصناعة، وهذه المحطة خصصت فقط لمعالجة المياه العادمة للمنازل. اليوم باش نسالوا مع هذا المشكل، ومن هنا ننادي ونوجه نداء عاجلا ومستعجلا، لأنه يوم بعد يوم والكارثة تتفاقم، وجب الفصل، وجب أنه تندار واحد المحطة للمعالجة خاصة بالوحدات الصناعية، وما هذيك الأخرى راه موجودة المياه العادمة المنزلية. كناجدكم جميعا أن الداخلة وخارجها اللي هو محمية واللي هو مدروج من ضمن أجمل الخلجان عبر العالم كما تشرف بها مؤخرا في لقاء في اليابان، وجب علينا أن نكون يدا واحدة ولجميع الضمائر الحية، مجتمع مدني، مؤسسات دولة، مقاولون، الجميع مسؤول أمام البيئة، ما نبغوا ترى من مسؤولية أحد، الجميع مسؤول وعلى رأسهم المكتب الوطني للماء والكهرباء. وفي الأخير لكي لا أطيل، المرصد سيتوجه بعارضة جماهيرية إدائية وستوقع إن شاء الله بشكل وطني جهوي محلي للجميع، الجميع اللي بغى يآزر هذا الوضع، لأن اليوم الخليج يستهدف بشكل عشوائي والأمر كبير حتى وسيعود علينا بالسلبيات. إذا بغيت المنطقة تبقى ماشية في إطار تنمية مستدامة خصنا نحارب هذا النوع، إذا بغينا الأمر نوفى منه الجميع يسكت وتلتزموا الصمت وكونوا على يقين على أن الأمر لا يستفحل يوم بعد يوم. تجاوبا وتفاعلا مع الأسئلة الموجهة من طرف الإعلاميين بخصوص التفويض اللي ذكر الأخ بخصوص الجماعة الحضرية بالداخلة، اليوم نحن من نجون نتكلموا عن البيئة ما كنتكلموا عن جماعة وجماعة، كنرسلوا إشارات والكل يتحمل المسؤولية. إذا جينا نتكلموا عن الجماعة الحضرية ربما هناك تسيب آخر خارج الميدان الحضري، علم اللي يسبوه ومن يتحمل المسؤولية؟ يعني نحن اليوم في إجماع، بعد قاعد نعود في إجماع جسد واحد على الكل مسؤول، الكل يتحمل المسؤولية، الكل يتحمل المسؤولية في الأمر ويحلهم المشكل. بالنسبة لمكبات الصرف الصحي، هناك مكبات خارج الميدان الحضري وهناك مكبات داخل الميدان الحضري. هناك أمر آخر، أن مخطط أليوتيس، مخطط الأزرق تاع اللي طلقته وزارة الصيد البحري، فيه بند عريض ألا هو تثمين منتوج الصيد البحري. اليوم فاش كنجيو نزوروا الوحدات الصناعية، الغريب في الأمر أن المستثمر الأجنبي إلا جاء راه خبطنا احنا بعد المنتوج ما دام هو كيتجول في وسط الواد الحار. بمعنى هنا خاصنا نعودوا إلزاميين ونلزموا المسؤولين المسؤولية على أن الجميع يتحمل المسؤولية بدون استثناء. اطلقنا الكلمة في الأول قلنا عن الجميع مسؤول، خلوا الجميع يبقى مسؤول وكلنا يتحمل مسؤوليته، والله يجازيكم بالخير. خير ما نختم به هو الآية القرآنية من سورة الأعراف،
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم، وشكرا وتحية لكم جميعا من هذا المنبر.